بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا هبدا لكم جزء الاسبكتروسكوبي، ومعايا بعد كده تكمل ان شاء الله الدكتوره ساريه. الجزء دوت ممكن تلاقيه في كتاب ويد اللي متعودين نشرح منه، او في طبعا المذكره بتاع القسم عندك اونلاين. طيب ايه هو الاسبكتروسكوبي؟ ده اناليتيكال تكنيك. الاستخدام الرئيسي عندنا ليه ان انت تستخدمه تعرف على الاستراكشر بتاعكم بعض. طيب ايه الفائده الرئيسيه فيه عن الاذر ميثودز القديمه زي الكيميكال ميثودز وكده؟ ان هو بيستخدم كميه صغيره جدا من المركب او ما بيستخدمش خالص، زي حاله الاي ار اللي هنتكلم عليها، ما بيهلكهاش يعني، هو بيستخدمها لكن ما بيهلكهاش، فممكن تستعيدها تاني. الكميه دي بتعرضها للاي ار ويفز، تاخد صوره من الاي ار ويفز اللي حصل لها ابصار مش او ما حصلهاش، وبتبدا تعرف على الاستراكشر من خلالها. طيب هل في انواع من السبكتروسكوبي تكنيكس؟ في كذا تكنيك. الاي ار اللي هنبدا بيه نشرحه المره دي، لكن في اللي هو الانفراريد سبكتروسكوبي، في الماس سبكترومتري ده بيتعرف على الماس بتاع المركب، في النيوكليير ماجنتيك ريزونانس وده بيدي لك صوره عن البروتونز والكربونز الموجوده في المركب، ده اللي هتشرحه الدكتوره ساميه. وفي الالترا فايلوت، وده مين للاستخدام بتاعه بيبقى اناليتيكال شويه، تعرف على الكونسنتريشن بتاع المركب، لكن بيديني برضه صوره عن الاستراكشر بتاع المركب وبالذات الكونجيليشن اللي موجود فيه. طيب ايه الفكره بتاع الانفراريد مثلا كمثال؟ انا بشبه لك اكزامبل دي الموقف اللي بيبقى فيه الدكتور اللي عاوز يشخص مثلا كسر في عظمه في مريض، عايز يعرف شكل العظمه، عايز يعرف مكان الكسر فين، عايز يتاكد في كسر ولا لا. طبيعي اي دكتور عظام يقول لك اعمل لي اشعه اكس راي للمريض، فهو بيعرض المريض هنا للاكس راي وبعد كده ياخد صوره، الصوره دي من خلالها بيقدر يشوف العظم ويشوف الكسر ويقدر يحدد المكان وكده. احنا بنستخدم الاي ار بنفس الطريقه، بنعرض المركب للانفراريد ويفز، وبالتالي جزء من الويفز ده يحصل لها ابزوربشن، جزء ما بيحصلهاش، الجهاز بيديني صوره، من الصوره دي بقدر اتعرف على الويفز اللي حصل لها ابزوربشن اللي ما حصلهاش، ومنها بعرف الاستراكشر بتاع المركب. ده فكرته البسيطه سيمبل. طيب قبل ما نبدا نتكلم في الاي ار محتاجين نعرف بعض الديفينيشنز او الانترودكشنز على الموضوع. انت درست قبل كده الالكترومغنتيك ويفز او الالكترومغنتيك سبيكتروم، ده بيبدا من الفيري شورت ويفز زي الجاما رايز، ممكن يشمل لغايه الراديو ويفز اللي بتوصل لها امتار من الطول الموجي بتاعها. طيب ده سبيكتروم كامل، احنا هناخد الانفراريد وجزء من الانفراريد عشان نستخدمه. طيب الالكترومغنتيك ويفز ده قبل ما نتكلم عليه، طبعا انت عارف يعني ايه لينث، يعني ايه فريكونسي، يعني ايه انرجي وعلاقتهم ببعض، الكلام ده درسته قبل كده في الثانويه او تقدر تطلع عليه. كل ويف، كل مجموعه ويفز من السبيكتروم ده ليها ابلكيشنز وليها تاثيرات على ايه؟ على المركب، وليها ويف لينث وليها فريكونسي. فمثلا لما نبدا بالجاما ريز الفيري شورت ويفز، الويف لينث بتاعها فيري شورت، هتلاقيها الانرجي بتاعتها عاليه جدا، فممكن تعمل ايونيزيشن للمولكيولز، ولذلك الجاما ريز والاكس ريز فيري دينجرس، واحنا اجسامنا ما بتتعرضش ليها. لو تعرضنا للجاما ريز زي مثلا في النيوكلير بومبس او لو طلعنا بره ولا في الجو ده، انت ممكن تموت الكائنات الحيه كلها لو استخدم الجاما ريز او بعض الاكس ريز. الاكس ريز طبعا مستخدم في بالاطباء بتبقى اقل شويه في الانرجي. طيب ايه اللي بعد كده؟ في عند الفاكيوم يو في، وبرده ده فيري دينجرس. اللي بيوصل لينا من اليو في حاجات بسيطه جدا، لان هو بروتكتد، الارض بروتكتد بسبب غلاف الجو بتاعها. في جزء منها ضرر بسيط، لكن في الغالب بتبقى غير ضرر. طيب اللي بعد كده اللي اطول شويه هو الفيزيبل، وده اللي بيتسبب اللي بيدينا الالوان المختلفه للمركبات او للاجسام اللي حوالينا، وده عيننا مهيئه انها تشوف الفيزيبل لايت، ولذلك عيننا تقدر تحدد اللي حصل له ابزوربشن واللي ما حصلوش،
وبترجم ده الى الوان. استخدامات الاخرى الانفراريد مثلا ده اللي هنستخدمه دلوقتي، وده اللي بيحسسنا بالحراره اللي بتيجي من الشمس. كل الانفراريد اللي جاي من الارض اصله جاي من اشعه الشمس، الحراره اللي موجوده دي كلها اصلها الاي انفراريد. طبعا احنا بنستخدم جزء منه مش كله. ده بيعمل ايه في المركب؟ بيعمل مولكيولار فايبريشنز. الفايبريشنز دي اللي بتحسسني بالحراره، بتقف في الشمس الاي ار يبدا يعمل فايبريشنز المولكيولز اللي عندك وتبدا تطلع انرجي. طيب بعد كده في الميكروويف بيستخدم في الكيتشن، او الراديو ويفز دول بيستخدم في الاتصالات. كل دي ليها استخدامات، احنا هنركز على الانفراريد. الالكترومغنيتيك ويفز استخداماتها كتير جدا في حياتنا، يعني الساتلايتس بتستخدم الالكترومغنيتيك ويفز، حتى الريموت كنترول بيستخدم اي ار باي ذا واي، الكاميرات اللي بتشوف بالليل بتستخدم اي ار، الجنز اللي بتستخدم في الظلام دي برضو بتستخدم الاي ار، حتى في المطارات في وجود الاوبئه زي كورونا وكده عشان تقدر تحدد درجه حراره الناس استخدم كاميرات موصله بالاي ار تقدر تحدد درجه حراره المسافرين وامثله اللي حصل لنا. احنا بقى نستخدمه في ايه؟ التعرف على الاستراكشر. تمام. طيب ايه المنطقه اللي بنستخدمها في الاي ار؟ هي المنطقه اللي بين 2.5 ل 25 مايكرو. طبعا مش عايزك تحفظ الكلام، بس هلفت نظرك ان احنا مش هنستخدم بقى المايكرون، هنستخدم الويف لينث، الويف نمبر مش الويف لينث. الويف نمبر بيبقى مقلوب الكلام ده، وبالتالي بيديني الرقم بالسنتيمتر ماينس 1. ليه بنستخدم الويف نمبر بدل الويف لينث؟ عشان الويف نمبر الرينج بتاعه كبير، من 600 ل 4000 سنتيمتر ماينس 1. تمام. طيب وده طبعا الويف نمبر بيبقى مكافئ للفريكوانسي، بيزيد بزياده الانرجي اللي بنقص الانرجي. طيب ايه يعني ايه مولكيولار فايبريشن اللي قدام شويه اللي بيعمله الاي ار؟ الاي ار ويفز ممكن يحصل لها ابزوربشن وبالتالي تزود الفايبريشن بتاع المركب. طيب يعني ايه فايبريشن؟ مثلا كمثال ان يحصل ستريتشنج وكمبريشن للبوند لينث، يعني لو تخيلت ده تو اتومز بينهم بوند، البوند دي لو شكلها زي الياي كده يبقى لما يحصل ستريتشنج كومبريشن ده اسمه ايه؟ فايبريشن على البوند لينث. النوع ده بنقول عليه ستريتشنج فايبريشن. فكل بوند موجوده في المركبات ممكن يحصل لها ستريتش. طيب الاسترتشنج ده محتاج انرجي. تمام. الانرجي دي هتتوقف زي ما هنشوف بعد شويه على الماس بتاع كل ايه اتوم، وعلى السترينث بتاع الياي ده، كل ما يبقى سترونج كل ما يحتاج انرجي اكتر. فبالتالي النوع ده بنسميه ستريتشنج، ده بيحتاج اي ار ويفز. لو الاي ار ويفز دي موجوده وعدت على المركب يبقى ممكن يحصل لها ابزوربشن وتعمل ايه؟ ستريتشنج. طيب ده اول نوع من الفايبريشن. قبل ما ننقل على تاني نوع، الاسترتشنج فايبريشنز اللي على البوند لينث بيتأثر بالاتوم ماس وبالسترينث بتاع البوند. فلو الاتومز التو اتومز يعني لو ثبت الكربون لو غيرت الاتوم كل ما يزيد الماس كل ما يقل الويف نمبر اللي بيحصل عنده ستريتشنج. تمام. ادي شمس 3000 دي 1200. كل ما يزيد السترينث بتاع البوند بدل ما هو سنجل بوند بقى دبل، بدل ما دبل بقى تريبل، يبقى بيزيد الويف نمبر، فبدل 1200 بقت 2200. طيب انا مش عايزك تحفظ الارقام دي، انا بدي لك اكزامبل ان الويف نمبر او الفريكونسي بيزيد بزياده السترينث بتاع البوند، وبيقل بنقص الايه الماس بتاع الاتومز. تمام. فده الاسترتشنج فايبريشن اللي هو التشينج في البوند لينث، سواء بالنقص او بالزياده ده بنسميه فايبريشن. تمام. زي ما بيعمل ستريتشنج للبوند لينث ممكن يحصل بيندنج للانجل. فلو متخيل كل 3 اتومز بينهم انجل، الانجل دي ممكن ايه تحصل لها بيندنج. فطبعا بيندنج عكس الاستريتشنج اللي كان على البوند لينث، هنا البيندنج على البوند انجل. في نوعين من البيندنج، في سيمتريكال واسيمتريكال، او 4 انواع حسب شكل البيندنج اللي بيحصل.
الاولاني مثلا اسمه روكينج لانه بيشبه حركه الايه روك اند رول، زي ما بتحرك ايديك يمين وشمال البوند بيتحرك يمين وشمال بالشكل ده. او التو اتومز بيقربوا ويبعدوا عن بعض زي ما انت شايف كده زي المقص في نفس الطاير، فبنسميها سيزورينج. او اللي بيطلعوا فوق البلين وينزلوا زي مع بعض الاثنين زي حركه ايه ودان الارنب، فبنقول عليه واجنج. او تويستنج يعني الاثنين بيحصل له، واحده بتطلع واحده تنزل بره البلين زي ما يكون بتعمل تويستنج، راس تويستنج. طبعا دي انواع، بس اللي يهمني مش شكل ولا ان انا احفظ كل ده، اللي يهمني ان انا عندي نوعين من الفايبريشن، ستريتشنج للبوند لينث، بيندنج للبوند انجل. والستريتشنج زي ما تشوف بعد شويه في سيمتريكال واسيمتريك، البيندنج فيه اربع انواع. تخيل ده لو انجل واحده او بوند واحده، المركب يبقى فيه كذا بوند وكذا انجل، وبيختلف حسب الاتوم ماس، حسب الاسترينث بتاع البوند، يبقى بالتالي كل بوند ليها ويف لينث معين، كل انجل ليها ويف لينث معين، يعني بالتالي هيبدا يعمل ابزوربشن لبعض الويفز ويسيب البعض. هي دي فكره الاي ار. فكره الاي ار ان انا عندي مركب مش عارف الاستراكشر بتاعه، اعرضه للانفراريد ويفز، يبدا يعمل ابزوربشن لبعض الويفز ويسيب الباقي. فانا لو عرفت مين اللي عمل له ابزوربشن ومين اللي فضل، ممكن اتعرف كده على الاستراكشر بتاع المركب. ادي الفكره من كل اللي فات، يهمنا ان انا اعرف ان الاي ار ويفز تعمل فايبريشن في المركب. تمام؟ طيب هل انا بعرف ازاي ان حصل ابزوربشن؟ قال لي في شرط عشان اقدر احدد الويف لينث الاي ار ويفز حصل لها ابزوربشن ولا لا. قال لي لو تخيلت الاستريتشنج بيحصل بين بوزيتيف اند نيجاتيف تشارج بارتكلز بيتحركوا فوق وتحت، معنى كده انه لما بيتحركوا فوق وتحت يبقى ايه اللي بيتغير؟ بوزيتيف ونيجاتيف بيبعدوا ويقربوا، يبقى الدايبول مومنت بايه بيتغير. هو ده اللي الجهاز بيقيسه اكشوالي، يعني لما يتعرض ويف للاي ار ويف هل الدايبول مومنت بيتغير ولا لا. لو كان بيتغير يبقى الجهاز هيقيسه، لو مش بيتغير يبقى الجهاز مش هيقيسه حتى لو كان بيحصل. وده يعني يبقى مش كل الويفز اللي هيحصل لها بزر مش هقدر اقيسها، اللي هتغير بس الدايبول مومنت. دي معلومه كده يعني فاين. خلاصة القول ان انا بعدد البونز وعدد الانجلز هيبقى فيه ويفز واكتر من كده. تمام؟ وبعضهم ممكن ما يظهرش بسبب عدم التغير في النتيجة. طيب بيسيكالي لما تبص على السبيكترم او على الشكل اللي هيطلع، هيبقى عندي منطقتين، وزي ما هنشوف المرة الجاية وهنتوسع فيه، عندي منطقتين، منطقة من 1600 ل 3500 دي منطقة بتبقى سيمبل بل فيها ستريتشنج مينلي، ومنطقة من 600 ل 1400 سنتيمتر ماينس 1 دي منطقة كومبلكس مليانة فايبريشنز. ولذلك مش هتلاقي ابدا مركبين يتشابهوا في المنطقة دي. ليه؟ لان مليانة بيندنج وستريتشنج، فبنسميها فينجر برينت. وده اهميتها في ايه؟ اهميتها ان انا لو كنت عاوز بس اعرف المركبين دول زي بعض ولا لا، يعني عندي تو انون، واحد ستاندر واحد انون، وعايز اتعرف عليهم زي بعض ولا لا، كل اللي مطلوب مني اعمل عينه تيار هيطلع لي سبيكتر، اشوف الاثنين زي بعض في المنطقه من 600 ل 1400 وخلاص دول ذا سيم. زي ما بنشوف كده الفينجر برينت، عايز اتعرف الفينجر برينت بتاعه المتهم ده ولا لا، بقارن. نفس الحكايه هعمل اي ار للانون، اي ار للستاندر، قارنهم ببعض في المنطقه دي، لا يمكن يتشابهوا في المنطقه دي طبعا باستثناء ايه؟ الانانشورز. تمام؟ طيب انا هقف هنا يعني عشان المقدمه النظريه، لكن المره الجايه ان شاء الله نبدا في السبيكترم نفسه ونبدا نتعرف عليه، بس هندي برضه حتتين صغيرين. اول حاجه ان الاي ار بيعمل فايبريشنز، الفايبريشنز نوعين ستريتشنج وبيندنج. تاني حاجه ان مش ان عدد كبير من الاستريتشنج والبيندنج بيظهر بيعمل ابزوربشن للاي ار ويفز، لكن بعضهم ما بيظهرش، بنسميه اي ار ان اكتف نتيجه لتغيير لعدم تغيير الدايبول مومنت. النقطه الثانيه اللي تهمنا ان الاتوم ماس والبوند سترينث هو اللي بيحدد مكان الاسترتشنج وكذلك البندنج.
في منطقه فينجر برينت وفي منطقه سيمبل، واكيد المنطقه السيمبل هي اللي تديني معلومات عن الاستراكشر بتاع المركب بسهوله. طيب الانفراريد اللي بنستخدمه بيسموه فورير ترانسفورمر اي ار، ما يهمنيش الجزئيه التكنيكال دي، و يعني نقف عند هنا عشان نرجع ان شاء الله نتكلم على طول على الانفراريد سبيكتروم شكله ازاي، ايه المعلومات اللي اقدر اطلعها، ازاي بالظبط الطبيب بيبص على الاكس راي، ازاي يبص على ايه، ازاي يطلع المعلومات الممكنه من الاكس راي. بس احنا نعمله على اي ار ان شاء الله. والسلام عليكم.